ما تزال موجة الحر تقلب بلدان أوروبا. حرائق غارمة أتت على أزيد من 500 ألف هكتار من مساحة الغابات السيبيرية الروسية، وعرضت ساكنة المدن والقرى الواقعة بقربها لخطر التلوث الدخاني، فيما دفع تدني الرؤية بعض المدن الروسية الأخرى لإغلاق طرقاتها وإلغاء الرحلات الجوية بها حسب السكان المحليين. الاضطراب الحراري بأوروبا أصبح يدق ناقوس الخطر، خاصة أن الحرارة قد بلغت أقصى درجاتها في الكثير من بلدان القارة منذ أكثر من 70 سنة، الأمر الذي بات من أهم انشغالات الأمم المتحدة. من الواضح أن درجات الحرارة تحطم أرقاما قياسية، لقد باتت ترتفع بدرجتين ثم بثلاثة وبأربعة، الأمر لا يصدق. وفي بريطانيا تضررت 20 سكة حديدية من أصل 26 جراء الحرارة، لتتسبب في تأخيرات غير اعتيادية للقطارات في وقت خفضت فيه بعض الخطوط سرعتها لمنع تشوه مسارات السكك الحديدية، وألغيت خطوط أخرى لتلغي معها صبر المسافرين الذين وقعوا فريسة الانتظار والقيد دفعة واحدة. وإذا كانت الحرائق تجتاح الغابات بروسيا، فالثلوج ما زالت تغطي جبال أستراليا بالرغم من الجو الدافئ. قلة من السائحين الأوروبيين اختارت قطع مسافات طويلة للنجاة من صغار الحر. تساقط الثلوج هنا وشدة الحر هناك يحيلان على أن التغيرات المناخية هي السبب فيما تعيشه أوروبا اليوم.